بين الكذبة البيضة والكذبة السوداء؟ كذبة البيضة والكذبة ما في كذبة بيضة وكذبة سوداء. لكن أساسا ما في كذب. البيضة أحسن من السوداء. ليش؟ لأنه صدق. اثنيناتهم كذبة، فرق كبير. كذبة البيضة أنا بتصلح بين العالم عشان تيسير الأمور. والله ما بعرف. الكذبة البيضاء إذا واحد كذب على مرته بشغلة مشان يصطلح البيت، أما الكذبة السوداء بتخرب الدنيا. والله كله كذب. الكذبة البيضاء واحد على مرته على أخوه على ابنه أنه بوعدك شغلي، أما الكذبة السوداء فيها بيكون مضرة إساءة للواحد. ما بتحمل أنه يمزح معي بالكذب أبدا، مستحيل. الكذبة البيضاء بتتمرق، الكذبة السوداء ما بتتمرق. ما في فرق بيناتهم. ممكن أنك أنت يعني إنسان ما تساوي مشكلة مشان داري موضوع معين. طيب والكذبة السوداء كثير كبيرة. الله ينه يبعد عنا. ما بتكذبي كذبة بيضاء معرفاتك؟ يعني بنجاملة بس مو أكثر. لا بجوز أي مرة بس مو مشكلة يعني عادية جدا. مثلا هلا في أخي مثلا بيتخانق هو ومرته وبكذب عليه كذبة مشان أصلح بيناتهم.